السلام عليكم الاصدقاء والصديقات، كي دايرين؟ بخير. المهم اليوم جيت باش نهضر لكم في واحد الموضوع فريمون اورجون، ما عرفتش واش في خبركم ولا ماشي في خبركم. الخبر الاخير هو انه كندا جمدت جميع الرحلات ما بين المغرب وكندا، يعني الناس اللي باغيين يجيو من المغرب يجيو لكندا ما كان وقفات الرحلات، ما حتى طياره من المغرب ما تدخل لكندا. نتوما عارفين على القضيه تاع توتليكو اللي كاينين في المغرب، كل نهار كاين 6000 7000 حتى 10000 حاله تاع كوفيد، و سيرمون كاين داك بيتات، كاين داك المتحور، يعني داك لي فاريون دلتا ولا ما نعرف. مهم هذا هو الخبر. مهم جمدوا الرحلات الجويه اللي جايه من المغرب اللي غاديه لكندا بوندون ان مو، يعني شهر، ابتداء من 29 شهر او حتى 29 سبتمبر ما كاينه حتى رحله، يعني ما حتى طياره ما تجي من المغرب تجي لكندا، ما كاينش، سي انتردي. والناس اللي كاينه طريقه وحده الناس يقدوا يجيو بها لهنا لكندا هو انهم يمشيو لبلد اخر، يعني يديروا اسكال في شي دوله اخرى، يمشيو جو سي با من المغرب ولا من كازا، ولا يمشيو ولا جو سي با يمشي لاسبانيول ولا يمشي لفرنسا ولا، ومن تما يجي للمغرب، يجي لكندا. غير هو دايرين واحد لا كونديسيون، الناس اللي باريزون بغات تمشي اترافيغ ان بي تيير، يعني بلد ثالث، يعني دير اسكال في فرنسا باغ اكزومبل، ما غاديش يقبلوك داك التيست بي سي ار. كندا ما غاديش تقبل لك داك لو تيست بي سي ار اللي الا درتو في المغرب، خصك ديرو في داك البلد اللي انت دار فيه الاسكال، يعني الا مشيت درت الاسكال في فرنسا خصك دوز تما داك لو تيست، ما غاديش يقبلوك تاع المغرب اوبليسا، يعني الواحد خصو يدوزو الى درت اسكال في فرنسا خصك دير داك لو تيست بي سي ار في فرنسا قبل ما تشد الطيار لكندا. هو الواحد كيوصل لكندا غادي يدوز عاوتاني داك التيست بي سي ار. لحقاش علاش هما قال لك لقاو باللي غير كيديروا دوك لي الناس اللي جايين من المغرب دوزو، كاع دوك الناس تقريبا اللي جاوا من المغرب لكندا ديرنييرمون ودوزوا لهم داك التيست بي سي ار في المطار، لقاو بزاف تاع نتائج بوزيتيف، ريزلتا بوزيتيف، يعني الناس اللي عند لقاو فيهم كوفيد بزاف. هذا داك الشيء بحال اللي صنفت المغرب ولينا بحال الهند. كندا وقفت دوك لي الرحلات الجويه ما بينها وبين الهند صافي كلكو طون، وعاوتاني دارتها مع المغرب لقاش عنده بزاف تاع لي كا بوزيتيف. هذا هو الخبر، خبر غير مفرح بالنسبه للناس اللي عندها الفيزا وباغيها تجي هاد الايامات هادو، يعني خصهم يتسناو ولا كيما قلت لكم ياخذوا يديروا اسكال في شي دوله اخرى. المهم واحد القضيه اخرى، انا اللي كنعرف الناس اللي كيمشيو يدوزوا باغ اكزومبل يدوز داك التيست بي سي ار، سي با غراتوي حسب الدول، لاقاش كاين شي دول كيحسبوا له شي 300 دولار، بحال هنا في كندا الناس اللي غاديه للمغرب. كنعرف واحد الدري مسكين مشى للمغرب اترافير لو بورتغال، تقنت له 300 زايد 150 شي 450 دولار تاع غير تيست بي سي ار. الوغ خص الواحد يوجد راسو، لحقاش غادي يكون فيها خسائر ماديه. المهم وكما قلت لكم راه كما قلت لكم خبر غير مفرح بالنسبه للناس، الناس اللي باغيين يجيو لهنا لكندا ويدبروا على ريوسهم. ومهم في هذه الوقيته هذه نتاع اواخر فصل الصيف، كما كتشوفوا
خصكم تسناو حتى لو 29 سبتمبر الناس اللي باغي تشد فول ديريكت، ومن تما تقد تشوف واش يبرولونجيو هذا الشيء ولا يديروا التمديد ولا يقلعوا هذه القضيه حسب ليكا. الوغ سي نافير ا سويفر كما كنقولوا. او المهم غيبان شي حاجه من هنا لو 29 سبتمبر 29 سبتمبر غادي المهم نشوفوا شنو يقولوا. لحقاش اللي ديسا اللي قرر هذا الشيء الخوت سمحوا لي، اللي قرر هذا الشيء هو كندا. كندا هي اللي قررت هذه القضيه هذه انها توقف الرحلات على الرحلات الجويه ما بينها وبين المغرب، وميم عطاو دي كونساي ان الناس اللي باغيه تمشي للمغرب كنديان ولا دي ريزيدون ولا الناس اللي مجنسين هنايا اللي باغي يمشي للمغرب كينصحوهم ما يمشيوش، لحقاش سي ان بو ريسكي كما كيقولوا. لحقاش يقد بنادم شد داك الفيروس، لحقاش سيغمون كاين داك المتحور في المغرب دلتا. المهم على داكشي كاين لي كا بزاف، لحقاش دابيتود راه ما كاينش هاد ما كاينش بزاف تاع لي كا في المغرب، مي كتشوف بحال هكا 6000 10000 في النهار راه سي 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 طرو، راه يعني كاين متحور. الوغ هادشي ما كان الخوت. والمهم انا ما كنبغيش انونسي بحال هاد لي موفيز نوفيل، مي باش الناس تكون على علم باش اخر الاخبار. هنا في كندا مابقاش بزاف لي كا الخوت، في مقاطعة كيبيك ما بين 400 500 بيتيت 600 كا في 24 ساعة. والقضية تاع لي الناس اللي في الإنعاش ما كاينش بزاف، قليل. المهم داك الشيء قل بزاف، وبحال اللي سيطروا على هاد الوضعية. كانوا كيهضروا على الكاتريان فاغ، مي بوغ لو مومون كاين والو. كيتسناو الا كانت كاتريان فاك غادي تكون سيغمون في المشتى، يبدا البرد تما تقد تكون على كاتريان فاك. مي بوغ لو مومون كلشي على ما يرام. وكيهضروا ميم على اون تروازيام دوز نتاع الفاكسان. الو المهم راه كل نهار كيبان خبر، الو هنايا غادي يسيفوا على الناس اللي خدامين في الدومين تاع الصحه باش ياخذوا الفاكسه، باش كاينين بزاف تاع الناس هنا اللي رافضين القضيه انه ياخذوا دي الفاكسه. ما دخلالهمش البال ان هاد الفاكسان سي كاين بزاف اللي كيهضروا كيقول لك غير باش يكونتروليو الشعب كل واحد وشنو كي فرنسا سي بير. عاوتاني حتى هما راه كاينين بزاف، كاين واحد لافاك تاع الناس بزاف وعندهم دي مارش كونتخ لو فاكسان اشاك ويكاند في فرنسا كنهضر لكم. وهنا في كندا كاينين بزاف عاوتاني، ميم واحد المينيست ماشي مينيست ستان كوم ان ديبيتي ما باغيش يتفاكسينا ضد الفاكسان. راه المهم كاين بزاف اللي ضد الفاكسان، مي هنا الا ما خديتش الفاكسان راك ما تقدش تفواياجي، سورتو حنا اللي باغ اكزومبل خصنا نشدو الطياره دي مغربان ولا الناس اللي بعاد على بلادهم خصك ابسوليمون تاخذ الفاكسان الا بغيت تفواياجي. و كيما قلت لكم يا بغيت دابا غادي يردوا داك لو فاكسان سانيتير داك لو باسبور فاكسينال، يعني الواحد خصو يكون عنده داك واحد لو باسبور فاكسينال يعني كيبروف انك خديت لو فاكسان، كيبروف انك خديت لو فاكسان، سينو ما تقدش تمشي لي ريستورون لي كافي اي بلاصه بغيت تمشي لها خصك غادي يبداو يدوموندو هاد القضيه تاع لو باسبور فاكسينال. الوغ راه بداو كيصيفطو دوك لي كود با سبا لي كود با لو كود كيوغ الناس باش يحملوهم في التليفونات ديالهم باش اي بلاصه يمشيو لها يبينو داك بانهم راهم فاكسيني بداك الكود كيوغ. او جو بونس مي في المغرب راه بداو هاد القضيه هادي على ما سمعت، مي سي سا. المهم هادشي ما كان الخوت، كتشوفو الناس عاطين هاد السبور هنايا دراري ودريات
هذه راطات هكا. المهم الخوت هذا هو كما قلت لكم، هذا هو الخبر تاع اليوم. راه بداو هذه القضيه، بدات لو 29 او، يعني وقفوا الرحلات الجويه ما بين المغرب وكندا الور حتى لو 29 سبتمبر. المهم هذا هو الخبر الخوت، بلا ما نطول عليكم. المهم تهلا ليا فروسكم ونبقاو بوزيتيف حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا هلا فريوسكم ومع السلامة. Peace.